حتى عبد الله لو اخذناها على الجانب مثلا المنتخبات الخليجيه المنتخبات العربيه كنت تتفوق عليهم انت بمراحل. اليوم بعضهم صار يتفوق عليك رغم ان بعضهم ما عندهم احتراف حقيقي. والله انا والله صراحه في تطور في المنتخبات بس انه للامانه يعني ما قلت لا زال المنتخب الوحيد ان انا لاحظته يتطور اللي هو منتخب الامارات. لان المنتخب الامارات ان نفس المجموعه اللي هي صاعده من الشباب الاولمبي فريق اول يعني كلهم مندمجين مع بعض. تقريبا هو المنتخب الوحيد اللي لاحظته اللي في تطور متصاعد. طيب اليوم عبد الله يمكن نقدر نقول على مستوى الاتحادات كرة القدم الرياضية في معظم قارة آسيا الناس قاعدة تشتغل واحنا وقفنا عشان كذا هم تفوقوا علينا؟ والله تقريبا تقدر تقول كذا. العالم تشتغل عشان تطور اللي عندها. يمكن زي ما قلت احنا وقفنا. ان شاء الله المجموعة اللي بعدنا والمجموعة ذات تحاول ترجع اللي فات ان شاء الله.